السلام عليكم. انا اليوم فتحت هذه القناه هذه، كيف ما عارفين القناه ديالي حيدها ليا راجلي، ما خلاش ليا فرصه باش نهضر، ما عطانيش فرصه باش نشرح. الناس تتهضر تتعاير، السحاره الفاعله التاركه، الحوايج اللي عمري ما سمعتهم في حياتي. عندي 26 عام، عمري ما سمعتهم في 26 عام اخر ايامي، وليت نسمع من عند اللي سو اللي ما يسواش. العائله، الناس، من راجلي، من امي، من با، كلشي ضدي، كلشي ضدي. درت هذا الفيديو هذا باش نقول لكم ها الناس عباد الله راني غلط، وكنعترف بالغلط ديالي. راه انا بشر، واي واحد، اي وحده تقدر تكون بلاصتي وتغلط، اي وحده تقدر تحط في الموقف ديالي وتغلط. انت اللي كتعايريني، انت اللي كتسبيني. راه يجي واحد النهار يا ترى لك هادشي اللي طرا لي اني، مبقيتش قادره، مبقيتش قادره، ما كنتش باغا ندير لا فيديو لا حتى شي حاجه، ولكن الهضره بزاف، وبالخصوص الدقه منين كتجيك من عند اعز الناس. راه صدمت، غلطت، وكنعترف بالغلط ديالي قدام الناس، قدام المتتبعات اللي كانوا يتفرجوا فيا، ولحد الان باقين كيدافعوا عليا وكيقولوا ما يمكنش تيسرين دير بحال هكايا. الشيطان لعب ليا في راسي وسبابي الصحابات. ندخل الحبس ولا ما ندخلش؟ ما كاين اكثر من هذا الحبس قد هذا اللي تشوه قدام العالم وكلشي، ودخل ودي يعطيك اللي سوى اللي ما يسواش كيهضر معاك. المهم شوفوا، غلطت وكنطلب منكم السماحه. وهو اصلا داك النهار، داك النهار تنقول يعطيني فرصه نشرح ليك، خليني نهضر معاك. طلع 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 بزاف، اش بغيتوني ندير؟ هزيت حوايجي ومشيت لدارنا، هزيت الحوايج ومشيت لدارنا انا ولادي. شنو واش نبقى انا وياه نتقاتلو؟ يقتلني ولا توقع عليا شي حاجه؟ صافي، يعني فضلت انا في داك المومنت وانا عارفه دايره زبله وغلط وعادي. صافي، منين شفت بحال هكا قلت اللهم نهز حوايجي ونبدل بساعه واحده اخرى. صافي، من تما منين وصلت لدارنا بداو المساجات بيناتنا، بدا يصيفط لي السحاره، وكانت شادني بالسحور ولا بلوكيتو، بلوكيتو من كلشي، بلوكيتو من كلشي. اول حاجه خدا لي الانستغرام ديالي غير باش يعرفوا الناس اللي ولا كنتو كتصيفطوا لي في الانستغرام. انستغرام انا ما بقاش عندي. هز لي القناه ديالي، حتى تكون كانت عندي قناتي، ما غاديش نفتح قناه وحده اخرى باش نهضر فيها. لحقاش راه قلبي عباد الله، راه قلبي غادي يتفرقع ورحموا فيه واحد شويه، راه مابقيتش قادره. واش هادي كامل هادشي كامل كنتو شادينو من جهتي؟ يعني ما فهمتش. بزاف ديال الناس يعايروتي السحارة، باش عرفتي اختي كنت كنسحر لي قبل؟ باش عرفتي يعني كنت كنسحر لي قبل؟ وانت بيدك، انت حاسه اللي كتقول لهم الحب والمغامرات وسميتو اللي درتي على قبلها وهادي، وكره هاد الاعوام كامله كانت شادني بالسحور. انا كنت شاده هاد الاعوام هادي كامله بالسحور، واش متاكد من هاد الهضره هادي اللي كتقول؟ نهار خديتك ما كانش في عمري 16 عام، باقا ما كنعرف والو، باقا ما كنعرف حتى شي حاجه، وتعرفت عليك وكبرنا بجوج وغامرنا بجوج، ووالديا ما بغاوكش، وكانوا عندك مشاكل الوراق، حبس الدار، والديا تعكسوا لي فهاد الشوايج، يقولوا لي لا كملي قرايتك، كملي قرايتك. كنتي مصاحبه معاه، واخا تكوني اللي كنتي دايره معاه مشغول الناس، صافي رجعي وكملي قرايتك وهادي وهادي. وانا قلت لهم لا، انا هذاك الانسان هو اللي ناخذ، طرت نزلت، هذاك هو الانسان اللي غادي ناخذ. ما انا بغيتو، منين شفتو بغيتو، بغيتو بغاني، درت على قبلك ودرتي على قبلي. ما تبقاش تقول انا درت على قبلها، انا درت على قبلك ووقفت ضد والديا، وقفت ضد والديا باش نتزوج بيك، وعارف هادشي كامل انت والعائله كامله عارفه، وهادشي اللي نستاهل منك تشوهني، هادشي اللي نستاهل منك هي نوض
تشوهني تشوهني تشوه موت ولادك، تشوه موت ولادك. الانسان اللي ما نعرفش درت على قبلك تشوهني حسن. كلشي ضدي، عائلة كتعيط عاير، الناس يعاير، والديا يعاير، ومبقيتش قادرة انا. شنو 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 دابا بغيتوني انا ندير؟ قولوا لي انا غلطة وغلطت، اش بغيتوني ندير باش نتوما تبقاو مرتاحين؟ ندمر حياتي باش نتوما تبقاو مرتاحين؟ انا اول مرة ندير هاد الغلط مع اول انسان بغيتو، واخر مرة مع اخر انسان، حيتاش انا باش نعاود نفكر نعاود حياتي مع انسان واحد اخر ما يمكنش، راه لا يمكن لا يمكن. عارف شنو غادي نقول؟ المهم حسن، شوف انا غادا نوصل لك واحد الميساج قدام العالم. شوف اخويا كيف ما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت، حتى شر ما يمكنش. واحد الكاس منين كيتهرس راه عمره ما كيرجع لبلاصتو. انا غلطت، انا غلطت، وكنت باغاك تعطيني فرصه باش نشرح ليك، ولكن ما عطيتيهاش ليا. ونطي وشوهتي من عمر الفوق قدام الناس وقدام العائله، وضحكتي فينا اللي يسوى واللي ما يسواش. هذا هو الحب اللي كتبغيني؟ هذا هو هنا هنا فين كان هنا فين كان خصك تبين الحب؟ ماشي غير فلي كتساطي، هنا فين كان خصك تبين الحب؟ هنا فين كان خصك تي دوفي فيتراتينير؟ ما كانش عليك ترمي الفيديو.